السلام عليكم، معكم أحمد صباح. في هذا الفيديو حبيت أحكي عن موقع عن الذكاء الاصطناعي، موقع تشات جي بي تي. موقع تاني اسمه توم. موقع تشات جي بي تي معروف عند معظم الناس تقريبا، إنه بتقدر تسأل أي سؤال برد عليك في الإجابة المناسبة. في بعض أسئلة بيقدرش يجاوب عليها بشكل عام، لكن كتير مفيد الموقع بالنسبة للطلاب والمبرمجين والـ UX designers بشكل عام، كتير مفيد. وفي موقع تاني اسمه توم، بيعمل برزنتيشن بس تدي انت المعلومة انت عاوزها او الاشي عليش برزنتيشن بدك اياها. لحال بكتب برزنتيشن بيجيب الصور من الذكاء الاصطناعي. اول شي خلينا نبلش موقع تشات جي بي تي، هو تابع شركة اوبن اي اي. هسيبلك رابطه في الديسكريبشن، هو موقع توم الاثنين هسيبلك رابطهم بالديسكريبشن، بتقدر تفوت عليهم بشكل عام. اول ما تسجل بتشات جي بي تي بتدرك هذه الواجهه، هذا عباره عن واجهه المحادثه. هسمي الثاني اساله بالانجليزي مساله بالعربي، نشوف هيرد هل نفس الجواب ولا هيختلف الجواب وكيف يكون النظام. فبدون اي دخيل خلينا نبلش. ايش خلينا نسال عن الاي اي. هسمي مثال، خلينا نكتب وات از اي اي. اول شيء خلينا نكتب العربي، خلينا نكتب انجليزي، شوف شو جاوبنا. هجابك بشكل مختصر ايش هو الاي اي. لاحظتوا هنا كتب في الشات هنا حاله عن ايش الموضوع اللي احنا مسألنا عنه. خلينا نسأله بالعربي، ما هو الذكاء، ما هو الذكاء الاصطناعي. شوف شو يرد علينا في العربي. تيجي يطور شوية انه بيجمع بس حروف وبيجمع لغة معينة مش اكتر. فالانجليزي اصعب انه هو في النهاية لغة اساسية له انجليزي. طيب كتبنا ايش اجاب الذكاء، ايش الذكاء الاصطناعي بشكل عام، ايش هو معنى الذكاء الاصطناعي. هنا جايب تجربة نقي، خليه يبقى مجري موقع بسيط وحط الكود تبعه في الفيجر سيديو كود واعمل المحاكاة له، شوف اذا كان هل يزبط مش هزبط. هنا افتح الفيديو سيديو كود واحط واجهز البروجكت وارجعكم تاني. طب رجعت لكم بعد ما عملت البروجكت اللي هو هيو، عملت فيديو سيديو كود، عملت بروجكت اتش ام ال. خلينا نشوف نكتب له، عملنا موقع بسيط اتش ام ال. بس مثال نكتب له بالانجليزي رايت اتش ام ال كود فور بروفايل. شوف شو ده جاب علينا، هيك كتبنا كود ومش كتبنا كود. نجرب لاحظتوا هنا كتبنا ايش هو كتب فوق بكيكون، كتب هيدر ومين وفوتر انه عبارة عن موقع. خلينا نسخه ونشوف شو هو. هاي كوبي كود، نجي هنا نسخه هنا. تمام طيب تمام ماشي، حط سيف، نيجي على المكان اللي حطيناه، نعمل ريفرش، هكتب لنا اياه بشكل عام. خلينا نحكي له ضيف سي اس اس، جماليه الموقع. تمام اعطي مثال اد سي اس اس كود. نلاحظ هنا كتب لنا سي اس اس بالاضافه للاتش ام ال اللي كتبه فوق. خلينا ننسخ كله من هنا، كل اللي كتبه. نيجي هنا ثاني كنترول اي كنترول في، نرجع كمان سيف كنترول اس. تمام نشوف شو كتب شو عمله. لو حطوا عمل بس عمل نظام جمال إله. هل about skills education. طيب تمام، خلينا نطلع شوية من البرمجة، نحكي له يكتب لنا bio أو about ك UIX designer. طيب خلينا الحين نجرب، خلينا يكتب bio أو about ك UIX designer ومش graphic animator، بضافة graphic designer. خلينا نكتب على سبيل المثال هنا رايت، او خلينا نفتح بسيشن جديد، خلينا نكتب نيو تشات غير هذاك. تمام اسمعني، خلينا نكتب رايت بايو اباوت، او خلينا نكتب لونج بايو نكون بايو طويل شويه. رايت لونج بايو قبل لونج. تمام long bio about most graphic animator UIX designer و graphic designer. خلينا نجرب، نحط هنا كتب لنا bio او about كبير عن، هو استخدم اسم جوهان دو
على سبيل المثال بتيجي تغير اسمك، بتروح لاسمك تحطه بشكل عام، تحط ايش انت بدك اياه بشكل عام، تختار انت عاوز بعد هيك وتحط، تقدر تحطه ترانسليتك مش تكون دقيقة في 100%، خلينا نكتب ترانسليت to Arabic. نحطه هنا كما ترجمهاش بشكل كامل، هو الأساس الإنجليزي بيكون 100% معك، لكن العربي مش كتير هيكون بخدمك كتير فيه. خلينا هي خلصنا من تشات جي بي تي، خلينا نروح ننتقل للموقع الثاني اسمه توم، بيعمل برزنتيشن بشكل عام. أول ما تسجل في الموقع هيجيك إنه هيجيك هذه الواجهة، تعمل عندك إما تملس الجاهزة تقدر تضيف عليها بس أشياء، تغير عليها أشياء، أو تعمل كريت من جديد. خلينا نعمل كريت، خلينا نخليه يكتب برزنتيشن عن الاي اي على سبيل المثال. هي ابواب هي بحكيك ايش موضوع البرزنتيشن، هن نحكي له اي اي، حط انتر، خليه يكتب براحته. هي الحين خلاص بدك تحط تراي اجين او كيب، يعني زي ما هو انت خليه يكتب معك. الحين احط كيب، لاحظنا هنا عملت 8 سلايدات عن الاي اي وكتب مواضيع كامله، بتقدر تغير عليه على براحتك وتكتب فيه. كم تقدر تغير الصور، صورة مثل هذه، تغير الصور من هنا، يما بتحط هنا موقع اوبن اي اي اللي بتحط وصف الصورة، او بتحط فيه وصف الصورة وهو بيعمل صورة كاملة بيجيب لك اقتراحات. وخلينا نحذف هذه، خلينا نحذف الصورة هذه اللي هنا، نحط على اد ايمج من ديسكتوب. تمام، نستخدم الصورة هذا على سبيل المثال. تمام، حتى بنقدر نعدل فيها ايش ما بدنا. على سبيل المثال هنا نحط بلاي من هنا بيظهر لك البرزنتيشن، لكن فيها مشكلة واحدة، ما بيقدرش تحمل البرزنتيشن. اما تعمل شير للينك، لما لينك تعمل له شير، اما انك تحمل البرزنتيشن ما بتقدر، هي المشكلة الوحيدة فيها مش اكتر. وبس هيك بكون وصلنا نهاية الفيديو، بتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسى تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم.